السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. مهم نقول لكم، ما عرفت من بدا واحد الكم هائل ديال الشتائم اللي تلقيت مع عند العيالات ومع اللي كنقول البنات والعيالات، ونقول لهم حتى الخانزات والمسخات وأي حاجة. يعني داك الشيء بزاف بزاف كاع بزاف، واخا ما عرفتش انا كيفاش كيفكروا هاد الناس. ما عرفتش شنو درت لهم. انا مع السيده، بيني وبين السيده شنو دخلكم نتوما؟ وهادشي علاش كيقولوا المغربيات قباحات. هنا عندهم واحد السمعه خايبه، هنا ملي كتكون مجمع مع شي واحد تيقول لك اخويا المغربي قباحات بزاف، قباحات قباحات قباحات، وبنادم غير تيضرك ورا ليكرون تيبدا يكتب. ما بينك وبينه والو، ما كتعرفو، ما كيعرفك عن قرب، ما عمرك ترى. مشكل مشكل مشكلة، والله العظيم إلا مشكل مشكلة. رقباحات بزاف، رقباحات البنات، راكم قباحات. المرأة خصها تبقى فيها شوية الأنوثة، وتبقى فيها واحد لا كلاس، تقاردي واحد لا كلاس، وتقاردي واحد شويه الانوثه اللي فيها. ما كيفاش كيهضروا؟ ويلي ويلي ويلي، وكيفاش غادي تتزوجوا؟ كيفاش غتولدوا نتوما وديروا ولادكم؟ وكيفاش غتحافظوا على رجالتكم؟ كيفاش هذا الراجل غيصبر لك؟ زعما فريمون كاتاستروفي كاتاستروفي. هاد العيالات هادو اللي لا اللي كيسبوا، انا كنهضر على اللي كيسبوا ولا كيشتموا. كيفاش بنتي انت غادي تكملي مع راجلك وحياتك؟ وهالشي مشكل كبير. ملي كتقول شي واحد تجوج وحده مغربيه جيبها هنا لاوروبا، كيقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من انا دابا عندي نقول لكم شي، دابا ملي داروا هكا والله ما غنطلق منها، بالله والله ما نطلق منها، ومازال ما كيعرفونيش. والله ما نطلق منها شي ملي داروا هاد الضجه وهذه، والله ما نطلق منها، اقسم بربي العالي العظيم.